فضيلة الشيخ، إذا مسح على الجورب ثم لبس عليه جورب ثم لبس عليه جوربا ثاني، هل يلزمه الوضوء مرة أخرى أم يكفي الوضوء السابق؟ نرجو توضيح هذه المسألة لأنها تحدث كثيرا. إذا مسح ولم ينتقض وضوءه فوضوءه صحيح ولو لبس جوربا آخر، لكن إذا انتقض وضوءه وأراد المسح فإنه يمسح على الأول الذي بدأ المسح عليه ولا يمسح على الثاني، يخلع الأول ويمسح على يخلع الثاني ويمسح الذي تحته الذي بدأ المسح عليه. نعم.